رب يجيب العواقب سليمه يا رب يا رب. خد الله يخليك. قول عاملين ايه؟ الكاب. ايه الكبريت؟ الكاب. امال ايه؟ الكرنب. الكبير. بير بير مال محمد مصطفى مجتمعين. مجتمعين. وبعدين عبد مقصود. عبد مقصود. مقصود. طب اعمل معروف، روح شوفهم ده بيعملوا ايه وتعالى قول. خد خد خد. انت قبل ما تشتغل هنا كنت بتشتغل ايه؟ كنت مو مغفل. مو ممثل. لا محامي. برافو. روح يا شيخ الله يفك لسانك زي ما فكيت ركبي. روح يا خبر. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير يا خبر. ايه كان انسي وكان توأما نبدا. ايه انا عبد الرحيم بيه كبير رحمه يا جبل. انا عبد الرحيم بيه كبير رحمه يا جبل. انا عبد الرحيم بيه كبير رحمه يا جبل. انا ما قلتش مقامي في البلد، انا لازم اعمل زي ما عمل حافظ بيه كبير الحافظيه جبلي. وادي ابني عبد المعبود اتعلم في بريد. مش معقول يا ابوي. مش معقول ليه؟ هو ابن الحافظيه احسن من ابني. حرام عليك يا ابوي، ابنك عقله ظلم، سقط في كل الامتحانات بتفوق. زي بعضه. زي بعضه كيف؟ اشمعنى انا خبطتني علقه سخنه لما سقطت في ركن المراه وفي التدبير المنزلي؟ عايز اخليك راجل. راجل؟ ايه؟ ما راجل يا ابوي. راجل لكن مش مضمون. كيف؟ إيه؟ لان الرجاله دلوقتي بتقلبوا حريمات يا ابوي. يا خسرت القرشينات اللي حينصرفوا عليه يا ابوي، ما نجيبهم علف للبهايم احسن. احنا نبعثه باريس يتعلم، واذا فلاح كان بها، ما فلاح شيء ورجع حمار زي اخواته، نبقى ما خسرناش حاجه وحفظنا مقام العيله. يا خوفي لا يقع في واحده من بتوع باريس اياهم تلحس له عقله. لا عبد المعبود لسه خام ما يعرفش الحاجات دي، الكلام ده يتجلاني يا كبير. يا سلام عليك يا ابوي، وانت قاعد في الكازينو دي بريه وعمال تبرم شنباتك على يمينك على شمالك وانت قاعد في وسطهم زي الحمار. فشر. اما قالوا لك علي ايه؟ طول الرحميه جبلي. عندي فكره يا ابوي. قول. ما تسافر انت بريز وتاخدنا احنا معاك ونلجنك العلم هناك. هو كان اصول لك اللي نعمل ايه لحافظ بيه كبير الحافظيه؟ عقله زنخ، بعت ابنه ولا راحش هو. انا لازم ابعت ولد انا كمان عشان ابقى زيه. تبقى زيه كيف؟ واحنا مالنا ومالك زيه ولا مش زيه؟ بدنا نسافر ونشوف الدنيا يا ابوي، ولا عاوزنا نقعد معاك في رحميه وشنا في وشك اللي يقطع الويسكي من باريس؟ صح، لكن نعمل ايه في الامر الواقع؟ الامر الواقع يعني ايه يا ابوي؟ ما خبرش، انا سمعتها كده وخليها. لازم نجعل مستوانا اكبر من مستوى الحافظيه، ونبعت ولدنا عبد المعبود يتعلم في باريس. واحنا مش ولادك ولا هتشك فينا؟ استغفر الله، شكوا فيكم كيف؟ إيه قلتوا ايه في سفر ولدنا عبد المعبود؟ اللي تقوله يا ابوي ماشي. احنا طراطير جارك يا ابوي. خلاص القرار بعد المداوله. اتفضل الداول. لما انت عاوز تصرف تجيب الجوله عشان كل بيعرف يحكي لي. لا عبد المعبود ما كانش يقول كده. القرار بعد المداوله. استني ما تجيبش حاجه كده يا عبد المعبود. لما تقول ده ولا انت مش فيك يا ولد. انت القرار بعد المداوله. ثالث
انت بتعرفني انت بتعرفني انت يا انت بتعرفني 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 سفر ولدنا عبد المعبود لبريد. ثانيا كل من له اعتراض فليتقدم. ايه يا عويل حصل ايه؟ حاد حاد ايه؟ هتوفى؟ بعد الشهر حاد سافر. اسافر يا نهار اسود على فين؟ على بقى بقى ايه؟ بقى بكوس بريد. مالك عم يا بريد بريد يا نهار اسود باريس مرة واحدة يا اخواتي والله دي حاجة تطلع الواحد من بقه. يا وجعتك السودا يا عبد المعبود يا ابن كبير الرحمية جبلي. يا اخويا تنيل انت راخر وانت عامل زي الانسان الميكانيكي. يخرب بيتك. دريتي ايوه دريتي. طب قولي يا اختي رايك ايه؟ احرق نفسي بعود كبريتي بعد الشر وليه كده ليه؟ جالي خبري جالي يا روحي من الصبح ومع السفري دريتي كل الرحمية يعني دريتي ايوه دريتي. مالك كده راكبك عفريتي يا نهار ابوك اسود ازاي بس ما يركبنيش وانا من بكرة ما حد شوفنيش وانت كمان ليه ما زعلتيش وعلى خدودك ما لطمتيش ولا قلتيش الحق يا شويش حلتم ليه وانده لبليه علشان رايح ويختي باريس طب ما تروح يعني انت موافقة لازم شايفة خلاف عريس ابدا عمري ما حبت سواك والفال بعدك حتى انك بس تكون فلاني هواك ولا تفكش صبا يا بريد انا متشكر كتر خيرك اطمني جدا على طيرك هو يا روحي في الدنيا واحدة حمارة تحبني غيرك علشان كده مش خايفة عليك مهما تلموا بنات حديني شبالك الليمة لكن مفيش عندي استعداد مواني بس دي فكرة عظيمة والعلم نور من غير عداد والجهل ظلمة ومورة قديمة ياريتنا كنا طلعنا ولاد طب وان ما فلحتش في التعليم لسه ذنبك ذنب اللي بيدوه وهقضي بقية عمري بهيم وانت يزيد احسن من ابوك الوداع الوداع يلي فراقك صداع مع السلامة يا غالي في كل خطوة سلامة مع السلامة يا غالي في كل خطوة سلامة وإن فرقتنا الليالي يجمعنا يوم القيامة طاب الوداع الوداع يلي فراقك صداع الوداع الوداع يلي فراقك صداع الوداع الوداع يا خرابي انا عبد الرحيم به كبير الرحمية جبلي مكفو
بعد الاطلاع على المادة شد وندى من ديوان دواخين يا لمونة من قانون الرحمية جبلي، وبعد الاطلاع على المثل الكائن مفيش حد احسن من حد، وبناء على ما عرضه علينا مجلس صلاه الغرفه الملمع بالورنيش المشمع، وبما ان كبير الحافظيه قد ارسل ابنه باريس وهو يعلم ان اولادنا ما راحوش لا الفيوم ولا السلوم، وما ان عمله هذا نعتبره تحدي وتعدي وهو في الحقيقه مش حدي، وبعد مناقشات ومصادمات ومعارضات وتناول مرطبات ومسخنات وسابحات فاتنات احياء منهم واموات رسمنا بما هو عاد. لكن احنا ما رسمناش يا ابوي. تكحب قررنا بما هو عاد. صقفوا. اولا يسافر نقلنا عبد المعبود فورا الى باريس ليصل الليالي في طلب المعالي. صقف. بلاش ثانيا دي يا عبد المعبود. مغول معقول يا ابوي؟ صقفوا. ثالثا حقوق الارسال محفوظة للكبير وتحجز له تذكرة على الطائر الميمون. صقفوا. رابعا بلاش رابعا دي احسن ملاش لازم. خامسا على افراد العائلة تنفيذ هذا القرار الذي صدر بسراي كبير الرحمية في 21 شهر ايه عربي ده يبقى بنات العياد يا ابوي. في شهر بنات العياد الموافق شهر ايه فرنجي يا عم موجود. الشهر العجاري يا ابوي. الشهر العجاري ملوش لازمه، المهم انه صدروا بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يحيى القرار. كمان يحيى القرار. مع السلامة يا نور عيني والله بعدك صعبان عليا. مع السلامة يا نور عيني والله بعدك صعبان.
يلا هات كل حاجه يلا. ايه يا جدع انت هو حينك؟ ايه الحاجات دي كلها؟ ايه دي حاجات على موسم عشان الواد ياخدها وهو مسافر. ايه البلاطه؟ ده فيها عسل اجيب لك لحتي. لا متسكر بس. الاوبر ده ايه؟ ده فيها شويه ذره افرش لك شويه ولا الف لك كوزين عشان العيال؟ ممنوع. المعطف ده فيها يا جدع؟ في عيش عيش يمكن اروح في السكه ولا اوصل فرنسا الاقيها ما خبزتش. قلت لك ممنوع لا عيش ولا ذره ولا اي حاجه بالدنيا. ما تخليها على الله بدا. ما اقدرش. احنا هنبقى زباين نسافر معاك كمان. يا جدع انت يا زباين خليك قاعد. بقول لك ممنوع على ممنوع. تفضل اطلع بره. تفضل تعالى مش معايا. تعالى جاهز. حضرات المسافرين الى فرنسا على الطائره تي دبليو اي الرجاء التوجه الى الطائره. يه يبقى انت خد الخبور ده في ايدك على المقلع. مع السلامه يا ويلي. الله يسلمك. اوعى تقطع الجوابات. لا يا ابي. مع السلامه. مال السياره دي؟ ايه؟ اسمها ايه السياره دي؟ السياره دي السياره دي والعلم عند الله اسمها تي دبليو سي. الله يسهل لك. الله يخليك. يوه تي دبليو اي خطيك سلامة. مع السلامة. فاضل كتير على فرنسا. اه لسه بس يعني فضل قصر الزيات. لا لا طيب اتفضل. خد ايه ده؟ صابورة طوري. خدي ما تنكسفيش. ده كله فيتامينات. فيتامين د وفيتامين ر وفيتامين ه. خد خد احسن. بلاش الا قوليلي مش ممكن نوصل بسرعه كده؟ حضرتك مستعجل كده ليه؟ امال انا اعمل ايه؟ بقالي 7 سنين هنا. لا يا نهار ابوك اسود. 7 سنين هنا ليه؟ انت رايحه جبل الصوبات. اتفضلي. يا سلام يا حاج يا جماعه يا حاج.
حضرتك شرقي؟ ايه وحضرتك غربي؟ وي وي انا طول عمري في مصر والنص الثاني في القاهرة. يعني تعرف مصر كويس؟ وي وي فاكرها خالص، جدي مدفون هناك. انت تعرف ابو الهول؟ يا سلام، هو في حد ما يعرفش ابو الهول؟ وابو الهول ده يبقى جدك؟ تمام، يظهر انك تعرف العيلة كويس. على كده تبقى امك ام الهول وابوك يبقى الكلب هول. لا لي انت غلط، الكلب هول يبقى والد سعادتك. اهلا اهلا بريحة الحبايب. انا من زمان مستني الفرصة دي علشان ارد جزء من الجميل والدين اللي علي المصر. يا نهارك اسود، انت خمام مديون لمصر؟ وي وي، هي مصر هتدينك ولا هتدين الانجليز؟ وحضرتك جاي هنا بقى علشان مسائل علمية ولا؟ والله جاي علشان اتعلم. تتعلم ايه؟ والله ما اعرفش، ابويا اداني فلوس وقال لي كده روح اتعلم. قول لي قول لي وحياة والدك، ما تعرفش كده حد عنده نص علم كده يعني مستغنى عنه؟ بختك من السماء. انا حوديك على منبع العلم. وهي فين منبع العلم دي؟ تعال معايا على فندق رجوع الفن الى مستواه. تعال الحقني بيه. يا نهار اسود، يا فين؟ أمن يا مصنبي، ده بتاع الدكان ده فارغ. يا نهار اسود بقى، لا لا بونجور مسيو. سليم سليم يا صلاة النبي. يلا بينا من هنا احسن، انا بيحصل لي انكسار. ما تخافش امال، ربنا ادمين زينا. هات يا بنت الحرامية. قول لي بصراحة، أنت جايبني فين هنا؟ أعظم مكان في العالم، في فندق. عارف فندق وبندق ولو في فندق رجوع الفن الى خبار الى مستوى. الوليه دي لم تاتي سعيده يا ام يامي. بونجور بونجور، باين عليه مجرم يا باي. استفزك استفزك. يا ريتني لا شاندر ولا تليفوني بلا رد. بيان سير بيان سير، مين انا؟ الاثنين. يا نهار اسود، انت بتعرف عربيسكا زيني؟ الاسم اسم الموسكي. اسم حضرتك؟ خد عندك محسوبك عبد المعبود ابن عمك عبد الرحيم به كبير الحرامية جبلي. كبير الرحمية 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 جبلي. مرسي مرسي بيان شانتي. وي 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 فلا. المفتاح هدى 137. اللي قولي وحياة والدتك، الأوضة دي فيها كم سرير؟ كم سرير؟ واحد. وي واحد ما يكفيش، انا عاوز واحد اتنين تلاتة ستة 19. ليه؟ علشان ليه؟ عاوز اشخر وانام لاني تعبان قوي. تعال ده انت هتنبسط قوي. تعال وانت هتنجلد. يا سلام سعيدة يا ست ام فيسي، والنبي لطيفة شبهي. يا سلام يا عيال. اتفضل يا بيه، انبسط قوي. يا سلام، الدوار بتاعكو مليح قوي يا خواجة. انت لسه ما شفتش حاجة ابدا. انتوا ايه طبخين؟ او هتغرق لدماغك. طب ايه رايك بقى، تعجبك الاوضه دي؟ والله لم باس يا رزمتين. وي وحياه والدك، تجيبي لي قباب وبشكير نظيف. وي مسيو. وتجيبي لي كمان صابونه فنيك علشان انا عندي هرشات. وي مسيو. انت ما تعرفيش عربي؟ وي مسيو. روح الله يخرب بيت والدتك. وي مسيو. روح الله يغم نفسك زي عبد الرحيم بيه والدي ما بيغم نفسك. يا اخي حرام عليك، بقى تنتهز فرصه انها ما تعرفش عربي وتهزقها بالشكل ده. معلش خليه يتضحضح، خليه ياخد راحته، احنا لازم نتحمل قرف الزباين عشان نعرف نعيش. روح الله يفضحك. عدما لا مؤاخذه يا مدمازيل حكم، انا بعد ساعات ببقى في منتهى الغباوي. قول لي يا جدع، انت اللي مالكش كيف؟ مفيش هنا خدمة الواحد يحط فيها الأمانات في الأوضة؟ تحت الأمانات تحت. كيدي تعال. مدرسة ايه؟ ايه؟ يا سلام عليك، اديني جاي. يا سلام. ومال اتفضل يا بيه. طب خلاصيك. والله مش هتخلينا. يا سلام، مالهم كده لابسين حشمة عندك؟ ونصوار مدام فيليبس. ودلوقتي بقى اجيب لك ايه؟ واحد جديد؟ زبيب ايه وتين ايه، ما كل سنه وانت طيب، رمضان خلص. هات لنا كوزين دورة. حلوه قوي. ابورتيلو بيكو فري ايكونوميك. ايكونوميك ده بقى صندوق الامانات.
شوف ازاي محفظتي. هوب واسأل. حلو. يلا يا استاذ. محفظتك محفظتك. لا لا بلاش حكاية محفظتي دي وحدي. ايه ما تخليني اتصرف. امال عاوز يعني ضروري؟ وطب الفلوس راحت؟ ابدا الدار امان. الحاجات دي معموله علشان يقدروا الواحد احتياطيا ومعنويا واقتصاديا حسب اللوائح المتبعه في هيئه الامم المتحده. يعني ايه دي؟ طيب خد. لا 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 هي إيه؟ جلد برضه لكن في جيبك. في جيبك كده. طيب خد. لو ورانا ايه؟ محفظه اهي. امم. ايه؟ اسمحي بقى تديني المفتاح. وتعمل بيه ايه المفتاح؟ طب وانت زعلك فيه ان انا اخد المفتاح؟ خلاص اديله المفتاح. سرقوا الصندوق يا محمد. لكن مفتاح بقي. ودلوقتي بقى لازم نغير اللبس ده كله ونلبسك الملابس اللي تليق بالجامعه اللي هتلتحق بيها. كده ولا يهمك انت تعتبر نفسي نازل عندك داخلية تلبسني بدل تلبسني خوازيق. اهو كله ماشي. كان كده مش هنختلف. يا ابدا احنا اتفضل اتفضل يا كبير. ايه سيب طربوشي يا ابن الحرامي. ما خليني امدن سعادتك. ابن مغفلة ابن مغفلة ابن مغفل حاكم. انا ما اعرفش امشي حافي. بس ايه الزمته اللي انت مزمتها لي دي؟ انت زي البدر فيها. بدر؟ طب اهرش لي في مربع 17. مش شايف مربعات مش شايف الا دوائر. زي بعض. بس قول انت موديني على فين؟ أنا معهد العلوم الفنية الحديثة. كده يلا بيني. يا ساتر انت جايبني القصر العيني يخرب بيتك. يا سلام يا سلام. نبغ تخصص في علم التنويم المغناطيسي. ايوه ما انا عارف. مش الراجل اللي يبص للراجل كده يروح نايم على روحه على طول. اهدي اهدي يا شيخ اتنيل ده. الله اكبر. يا سلام. ده بجبار عظيمة. تخصص في العلوم الهوائية اللاسلكية الاستوائية الارتعاشية. يلا بيني. يا ساتر يا رب. انا في صالة الاستعراض العلمي اللي اتخرج منها اكبر علماء وعوالم العالم. انا اذكرك من كل بوق. يا راجل انا ممنون منك كتير قوي. لا انت تذكر الظروف العجيبه اللي جمعتك بيا. وقبل ما غير كده كنت هتعمل ازاي؟ والله ظروف مليله بعيد عقلك. اعوذ بالله. شوف بقى انت لازم تاخد بالك من حاجه مهمه. لازم تكون مؤدب وجنتل جدا مع كل انسان او انسانه تصادفها في المعرض. ان شاء الله انا هكون عند سوء ظنك. اتفضل. حاضر سلام. يا سلام. مش تاخد بالك مش تفتح انت. ايه احمي يو يو يا نهار اسود. عدم اللمخ والنبي انا صحيح ايه؟ مش هاخد بالي انا ايه؟ اعمي دبرتون يا اخي دبرتون. مسكين مسكين. الميزه بتنتهي. شوف عايز مش معقول. لان انا اسم عبد المعمود مش مسيه. ومسيه دي بالفرنساوي تبقى عبد المعمود. فاري كليرتي قولي له ان انا جاي. تقول له مين؟ دي بتسألك الساعة كام؟ الساعة كام يظهر حضرتك ما تعرفيش فرنساوي. بس انت فتك يا يوسف فريزة عند كتل الليل تقوبتي. اه باردون انا غريب من البلد ما اعرفش الساعة كام. باردونك معاك يا اخي. انا امك بتسلم عليه. ام مين؟ انت تعرفه منين؟ يا نهار اسود ده من بلدنا من الصعيد. انت عارف ده مين؟ ده الخوت. اشكري الرئيسة الرب. انت عايز تودينا بداهية؟ تقريبا تقريبا. اه انا بقى لما اعرفك باجمل حاجة في باريس ولندن وبرلين وستوكهولم وكوبنهاجن والهند والسند بلاد تركب الافياس المدموزيل. عارفها عارفها قديمة شفتها قبل كده. تافي باسم الدرب الاحمر. فاكرة مدموزيل لما كانوا واخدينك تحري؟ فين الست والدتك الله يرحمها لما كانت بتبيع الدجل على باب الزير المعلم؟ يا سلام نسيت الايام الحلوه. نسيت ايام مكتب التخديم. نسيت لما كنت بجيب لك السجاير وحلاوه الطحينيه والعيش في سجن مصر. نسيت اصلك وفصلك يا خريجه شارع محمد علي. اسمعوا يا جدع انت هتتلام وتحط لسانك في بوقك ده اللي عمل زي قناه السويس ولا اشيل الجزمه وانزل بيها على دماغك. الله 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 الله. اطلم يا راد الراد يا مصطبة هادي يا ابرة مصدية يا حبل المعدية. ما يحكمش.
طب معلش والنبي يا مدموزيل سامحينا، انا ما اقصدش. بعدين معاكم يا جماعه ما يصحش كده، احنا هنا في باريس. باريس يا الله يخرب بيتك، تتضح ان احنا في باريس البلد. تعال تعال اقعد معايا هنا ناخد حاجه. يا تشرب ايه؟ اشرب ايه؟ كفايه اللي شربته. خد اي حاجه يا اخي. لا يا بابا، هات واحد شاي وعصر اللي عليه رطل بن وعليه شويه كمون على كراوي عشان نفسي اشرب واحد سحلب مظبوط. وين Vous avez compris ce que monsieur a commandé? Alors, un cocktail. Oui, monsieur. ودلوقتي بقى تعالى لما نفرجك العينات العلوم اللي عندنا عشان تنقي لك علم منه. طب والنبي عاوز اشوف عشان انا عاوز اتعلم. دلوقتي حالا.
عجبك؟ يا سلام، ده أحسن علم شفته في حياتي. أهو العلم ده اللي هاخد فيه 10 على 10، على 5 على 3، على 0 على أي نيلة في الدنيا. عظيم عظيم، الحمد لله إنك وقعت على علم هتنجح فيه. فعلا العلوم دي أبخال. أنت راجل طيب ونيتك كويسة. نعم. يا سلام، اهو العلم الاخراني ده اللي كنت بدور عليه من زمان. 12 عالم وعلمة اجتمعوا من اسبانيا ورومانيا وجزر الهواي والباسيفيك وسهروا الليالي الطوال وحط من هد حيلهم لغاية ما توصلوا لاختراع مجموعة العلوم الهائلة. شفتها دلوقتي. وقف وقف وقف. مازال كتي مجموعة علوم ومجموعة تشليق. ايوه انتوا تعرفوا بعض. اتفضلي يا مدموزيل اقعدي، ما تنكسفيش، انا زي الست والدتي. يا سلام، اهو انت العلم اللي انا كنت بدور عليه في الحواري والازقة وفي كل حتة خلقها ربوني. بس ده هيتعبك قوي. طب وماله؟ هيلهمك خالص. هو انا في ارخم مني في الدنيا؟ ولازم تتقوى في الفرنساوي عشان تعرف وصول العلم وتوصل اوام. يا سلام، بسيطة، إذا كان على التجوية ناخد لها فيتامينات. لا لا لا، تاخد 6 لازمك ليل ونهار لحد ما تعجنك كويس في اللغة، تخبزك في مخارج الألفاظ، وبعدين تقرصك وتسويك لغاية ما تتعلم وتطلع فينو. فينو ولا ملدن ولا مفقع؟ اكل العيش يخلي الواحد يعمل كل حاجه. عفارم عليك. مبروك. امتى بقى الفرح؟ الفرح فرح فرح ايه يا عم؟ انت مش عايز تتعلم ويبقى لك مستقبل؟ خلاص لازم تتجوزها. ولا يعني لازم اتعلم على سنه الله ورسوله؟ طبعا يا شيخ. طيب مفيش علم عرفي عندكم؟ لا لا، دي موضة بطلت. وانا كمان لا لا لا، عشان انا خاف بنت عمي وحتجوزها. اوه ده متعب قوي. اوي اوي اوي. عايز كده عجبك؟ هديك بوظت العلم، راح عليك. اعمل ايه بس؟ انا متاسف خالص والله، اصل انا ما خدتش علم قبل كده. وبعدين وياك يعني احاولها لك 100 مرة؟ ايه الاصول كده؟ انا مش هفلق دماغي معاك. خلاص يا سيدي، نتجوزها وامرنا لله. مبروك مبروك. كل ده معاك فلوس قد ايه؟ 600 جنيه حاطينهم في المحفظة في الأمانات بإيثار. أيوه وغيره. و1000 جنيه في الكونتوار دي باغيه. غيره غيره. أوه مفيش بقى غير 25 قرش في جيب بنطلوني. يا عيني عليك. راح مستقبلك العجيب وعن قريب هتشرح في باريس بترمس بسبيسي. بيب؟ أعوذ بالله، جاتك البلا في ألفاظك اللي زي وشي. عامل لك ايه؟ اصل الفلوس اللي معاك دي ما تكفيش عشان جوازك بالمدموزيل كده. انت فاهم انها شويه في البلد؟ دي بنت المركيز الفونوغرافي الفوتوغرافي البرينجوغراف، حفيده الكود، مخلوف المعلوف البلهوف. طب وايه يعني؟ ما انا كمان ابن عبد الرحيم بيه كبير الرحيميه، اجيب لي على سنه وامي، ومفيش حد احسن من حد. ايه؟ ما هو علشان كده مش هناخد منك الا 5000 جنيه بس. طب اجيبهم لك منين؟ تبعت تلغراف تطلبهم من كبير الحرميه. بقول لك كبير الرحميه يا مغنفل. صوت صوت كبير الرحميه، تبعت تلغراف تطلب منه 5000 جنيه. والله فكره معاك ورقي. قلم كمان. الرحميه جيب. مفيش عنوان تلغرافي مختصر؟ اذا كان مختصر خد، انا مختصر خالص. حضره المحترم كبير الرحيمية جبلي، والد عبد المعبود بفرنسي وعبد المقصود وعبد الموجود بالرحيمية جبلي، وشقيق كل من خالد ومحي وسيد، وخالد محمد وخالد وابراهيم ومحمود وبسبسي، وقريب كل من ترعة المحمودية وترعة الإسماعيلية ومحطة الدجهلية، ولا عزاء للسيدات. ها كويس. حكم علينا العلم بالزواج والمهر 5000 جنيه.
ونرجوكم تبعتوهم يا حواله تلغرافيه يا لاسلكيه يا عطاريده الامريكانيه، ويا تلحقونا ما تلحقوناش، بس تقام الافراح والليالي الملاح في لوكانده رجوع الفن الى مستواه الطبيعي. ولدكم المتاهل عبد المعبود. كويس. خد امضي بقى. انا ما اعرفش امضي. طيب ابص. بسيط. ها. هو التليغراف اللي جه من عبد المعبود. بيقول اه هيكون فيه انه هيتجوز من بريد. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم يا شيخ. ويتجوز كيف من خواجايه وهو جاري فتحته على بنت عمه بدرية؟ يا ما قلت للكبير ما تبعتوش يتعلم في باريس، دي النسوين هناك ينهلبوا اللي ما يتنهلبش. وهو لو كان الكبير واعي كان بعته باريس بدل ما يبعته فرنسا. معلوم، لكن تقول ايه في عقل الكبير؟ عقل الكبير زي الدومة صح. هو التلغراف مكتوب بالعربي؟ لا بالفرنساوي. يبقى ما نصدقش. ليه بقى؟ لان مفيش حد عندنا يعرف يقرا فرنساوي. ومين هنا اللي بيعرف يقرا عربي؟ انا ما صدقش ابدا ان عبد المعبود يسيب بدريه بنت عمه وجوز واحده فرنساويه. والله ومن سمعت دي بدريه حته سكره. يا ترى انت عامله ايه يا بدريه؟ يا ندامه؟ فهي الرجاله مالهمش امان. انا دفنت منهم دسه، ما ندمت على حد فيهم. كل واحد كان يتجوزني طمعان في اللي ورثته من اللي قبليه. الله يرحمهم بقى. قربتش منهم غير 12 فدان وعشم يبقى 24.
انا عبد الحب ده كبير رحمه يا جبلي يا سياده بك يا ابوي صحتك يا ابوي انت وراك ولايه يا ابوي حتى خلقك دي كل عقده ولها عند الكريم حلال انا عبد الحب ده كبير رحمه يا جبلي حد قال انك مش لينا عبد الرحيم ده كبير رحمه يا جبلي ما كلنا عارفين يا حرج مي الله راح الشرف ضاعت الكرامه بقى يسيب ولاد الناس ويتجوز واحده على فرنسيه هو فعلا ملوش حق ده حقه تتقطع رقبته وتتحلق على قبر نابليون بربرت مين دي متى مشرفه ما يستاهلهاش بوي سيبهولي انا نجيله موت على مزاجي يا بوي لا شيلوا اسمه من سجل المواليد الى سجل الوفيات واكتبوا على الهامش هذا جناه ابي ما يصحش تكون جات عليه الدرجه دي بقى يسيب بنت عمه ويتجوز واحده خواجايه تعرف النتيجه حتكون ايه وظف عبد الرحيم به كبير الرحمية جبلي فعلا لكن يا كبير ده شاب متعلم ونبيه ويمكن لقى في الفرنسوية دي ميزات مليحة لما كل واحد منا يتجوز واحدة أجنبية بنت البلد تروح فين لازم يكون زيتنا في الدجنة ما زوائل له قول على بلدنا روح ما نروح ايه لكن ما تنساش انه راجل حر التصرف راجل ده جرذل ده أهبل ده بقرة ده راجل مع ايقاف التنفيذ ما ورثش عن ابوي الا كل صفات الهباله انا من رايي انك تسامحه وتسيبه يتصرف لانه هو اللي هيتجوز مش انت هسامحه انا عبد الحب ايه كبير رحمه يا جبلي 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 الله يكون في عونك تقدر يا عم تقول زيه انا عبد الرحيم بيه كبير رحمه يا جبلي سبع مرات ولا تغلط لا ولا خليها محكمه حيث اتضح لنا بالإجماع أن ولدنا عبد المعبود قد استفحل فيه داء الغباوة الموروثة عن جلوده وحيث أن بنت باريز لها ضحكات وتحركات وتشخلعات تلف المخ سبع لفات وحيث أن عضو الشمال لم يتمالك أعصابه من السمع بس وفقد التوازن قررت المحكمة الانتقال فورا إلى باريز للمعاينة مع ضبط العواطف وعدم اللين والاسترخاء واستعمال الشدة هتتفهموا هناك كيف وانتوا ما تعرفوش ولا كلمة فرنساوي واصل الجاموس يا عمي جاموس امال ايه الجاموس فيه الكلام فرنساوي قدامه الترجمة بالعربي وعلي ما بنت عمك بدرية عطولكم فرنساوي ناخدها معانا عندك مانع؟ لا ما عنديش بدرية سافر معاكم عبد الرحيم به كبير الرحمية جبلي صقف حيث أننا متمتعين بكامل قوانا العقلية وحائزين على جميع الصفات البشرية تقرر الآتي خلينا أقول أنا والنبي يا أبوي خذ مش خسارة فيه أولا
قطع العلاقات بين الرحميه وفرنسي وتحت سفير الرحميه لدى البلاد الفرنساويه. سقفوا. ثانيا الانتقال فورا الى باريس مع انجالنا لنستعين بهم في حل الاشكالات وعمل الاجراءات اللازمه لوقف تنفيذ زواج ولدنا عبد المعبود من البنت الفرنساويه بكافه الطرق الامريكانيه والعاقبه عندكم في المسارات. وتفضلوا عندنا الليله تشربوا قهوه ساده. خلاص سجل. موجود مليلك منها دي مليحه قوي يا ابوي. ما تنفعش فحم ولا هوا ولا حاجه. دي طياره تي دبليو ايه يا ابوي. يعني ايه تي دبليو ايه؟ ما تعرفش تي دبليو ايه يعني ايه؟ لا ولا انا. الحق يا ابوي. ايه ده اللي هتديهولي؟ اقول لك الحق بتاع هتيجي بابا. امال عاوز ايه؟ الشيخ مخرج عايش. طب استنى المحطة الجاية. ما قدرتش استنى المحطة الجاية. امسك نفسك شوي. ما قدرتش امسك نفسي. اسمع يا عبد الجود. ما تجيش سبتات يحرق. ما تجيش سبتات يحرق. سبتات 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 سبتات. يا عيال. يا بنت. خلي السواق يفرمل وينزلني عشان عاوز ما تتكلم. هو ما فيش في الطيارة ميضة. يعني ايه؟ ميضة بتاعت تي دبليو سي. اه باذنك يا بابا. وي وانا برديك رايح. وانا كمان. يا ابوي يا وجعيه. اسمع يا عم موجود. ما تجيني سبتان يا
يا ابو علوي يا ابوي يا 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 بوي حرامي فرنساوي يا بوي سلم الشنطه يا بوي ناس اجانب ضيوفنا تسرقهم يا حرامي تسرقهم انت ده الكبير الرحيميه جبني كش بروشكا مروشكا كش بروشكا مروشكا كبير الرحميه انت كبير الرحميه هو بعينه وانا عبد الموجود لازم شفته قبل كده لا سمعت عنه كلموني عنه قالوا لك ايه قالوا لي انك راجل كبير وقلت لهم ايه قلت لهم لازم يكون غني جدا قالوا لك ايه قالوا لي مظبوط نظرك في محله قلت لهم ايه قلت لهم اكون سعيد اني اقابله عشان اقدم له اي خدمه قالوا لك ايه ما هو ما قالوش حاجه بقى ما ولا فيش داعي يقولوا ما دام اتقابلنا على العموم انا في الخدمه متشكرون ما فيش لزوم وحضرتكم كنت جايين هنا للفصحى ولا لاعمال خصوصيه لا والله ما خبيش عليك اصل بعت ولد عبد المعبود يتعلم شويه علم في باريس عم تدبقهم عليه شوية حرامية من اللي بالك فيهم عاوزين يضحكوا عليه ويهفوا القرشينات اللي معاه تمام مظبوط بعت لك تلغراف يطلب فلوس يقول لك لازم يتجوز علشان العلم شرطه الجواز وانت شعرها بالحكاية دي ريش بريشكا مروشكا ريش بريشكا مروشكا هو بيقول بريشتا ليه لازم بيبيع بيض اصل الطريقة دي اشتهرت بيها عصابة نصب مشهورة خطيرة باريس وده اسلوبها لكل واحد سمع عنه يا سلام يا ابوي ده احنا حظنا مليح قوي اللي تعرفنا بالراجل الطيب ده تمام تمام شايفة يا بدرية وشك علينا حلو ازاي ساعة ما جيت معانا ربنا وقفنا ولاد الحلال والله يا عم انا مش مرتاحة الراجل ده مش عارفة ليه بطل الوساوس يا شيخة دي الدنيا بخير فيها ولاد الحلال كتير ارضوني يا بيه المدمزيل الجميلة دي بنتك لا بنت اخوي خطيبة عبد المعبود خطيبة عبد المعبود في المغفل مغفل عشان خطيبي أظن يا مدمزيل فهمتي غلط اللي يكون مخطوب لمدمزيل جميلة زيك يبقى مغفل انه يتجوز واحدة فوصة من بتوع باريس وتفتكر انه صحيح هتجوزها كل متوقف على الطريقة اللي نخلصوا بيها من العصابة دي وانا من رأيي ما نضيعش وقت يلا بينا هتودينا على فين على فندق رجوع الفن مكان عبد المعبود يلا بينا ناخد الشنط والغفر ليش خمس سراير عشان حضرته وثلاث سراير عشان حضرته سبعة ودل لا دول ما بيناموش بيناموا هم واقفين تسبحوا بالاسم عبد الرحيم به كبير الرحمية جبلي وحضرتهم ما فيش لزوم اكتب عبد الرحيم ومحتوياته اتفضلوا بقى مع حضرته حيوصلكم للأوضة اتفضلوا انا جاي حالا الفتنة التنسيون كفر سنة الشعب دول. ما عرفتيش دول مين؟ لا بس بشبه عليهم تبقي شاطرة لو عرفتي دول مين ناس بين الهند جايين يعملوا نمر على المسرح هند ايه ومر صحيح هما هنادوة صحيح لكن مش من الهند ما يبقوا ايه؟ ده يبقى البابا بتاع عبد المعبود واخواته وخطيبته كده؟ ألف مبروك مبروك على ايه؟ مش خلاص هنقبض الخمس تلاف جنيه؟ نقبض ايه؟ جايين يقبضوا علينا كلام ايه ده زي ما بقولك قابلتهم النهارده في المطار وفهمت منهم انهم جايين من مصر مخصوص علشان ينقذوا عبد المعبود من الجوازه دي وايه الحال الحال بقى رك عليك انت وعلى حداتك وعلى براعتك في تمثيل الادوار الملهلبه يعني اعمل ايه يعني بكل الطرق والكباري توقعي الراجل الكبير ده في دباديبك تدوبيه في كاس ويسكي وتروحي شربات وانا عشان اسهلك المأمورية
حضرت لك حتة استعراض تفهميه فيه يمكن يفهم انك بتدوبي في دبابيبه. بس كده؟ دي حاجة سهلة قوي. استني، حاجة مهمة كمان لازم تعمليها. عبد المعبود الليلة لازم تخلصي منه بأي طريقة. فاهمة؟ فاهمة. بس جهزي نفسك وانا هجيب لك الليلة العيلة كلها في الكباريه ما عدا البنت خطيبته. يلا حاسبي. ها؟ اطمن. هنا يا ابوي ده. العب البيت في رحميه لكن في باريس هتلعب بحاجه ثانيه. يا راجل انت فاكر يا ابوي الدم عليا اللي جبناه في الشانزليزيه؟ انا جنى يا ابوي حد بالك لما كنا ماشيين في بلاد الاوبرا وبعدين هنحكي عن حد ولا براحتك. استنى في المنصوره الكارتيه ده كان فيها المدعيه اللي حتجي لك حد افتحاني يا ابوي. استنى انت عبد الموجود، ليكون ولدنا عبد المعبود بعت الراجل اللي كان معانا. يا حبيبي عبد المعبود استنى النبي يا عم ما تفتحش الا لما اقول. شاهد يا بدريه. سامع النجرة يا ابوي. نجرة عبد المعبود. نجرة معيز انا عارفها. والنبي يا عمي ما تاذيه يمكن مظلوم. هو ذنبه ايه؟ يمكن وانت بجد ما ضحكوا عليا. لازم اربيه، لازم اقدمه، تخيل انا جبت زي السمسمه. انا عبد الرحيم بيه كبير رحمية جبلي. هو حد قال ما انتش عبد الرحيم بيه كبير رحمية جبلي؟ بوريشكا هو انت؟ لا مؤاخذة يا ولدي افتكرتك ولد عبد المعبود. حدك علي هات راسك. انت رجعت وجبت البصل ده منين؟ ابوك قابل يا ولد هيضرب اللي مالوش كيان. حقك عليا ما تزعلش، خد راسك تاني مرة. لا ميرسي ميرسي. اكسلانس احنا متعودين على كده. المهم اتفضلوا معايا تحت في صالة الكباريه علشان اقابلكم بعبد المعبود. صحيح. طبعا صحيح. انما افضل يا مدموزيل ان حضرتك تفضلي هنا. ليه؟ مدموزيل زيك لسه صغيرة مثقفة متربية، ما يصحش تيجي في أماكن زي دي ولا إيه يا كبير؟ عندك حق صح الكلام ده، خليك هنا يا بدرية. أمرك يا عم. أنا كان يسعدني إنك تكوني معانا، إنما نعمل إيه؟ المصلحة العامة فوق كل اعتبار، اتفضل. يا أما غير هدومي. ولا هغير هوا. اسمعت يا ولد! خذ لا تسكت فيا يا ابوي! الله يدفعوا بيها! بنتك ساعد انا افتكرتها ولد عبد المعبود. ما قلت لك عبد المعبود جاي كمان شويه. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي ارقب يا ابوي بص يا ابوي بص يا ابوي. شبه المرحوم من خارج الناطق. يا ولد هو صحيح شبهها لكن امك ما كانش لها شان. ايوه صح يا ابوي جل ما اللي انت. الله مين؟ لو عرفت ان انا عبد المعبود تبقى شاطر. انت عبد المعبود؟ طب ومين اللي عرفك؟ في واحد قال لي. واحد؟ واحد مين؟ قولي لي عليها احسن اخليها لك ضلمه. الله مش انت اللي قلت لي دلوقتي؟ ايوه عاد لا مؤاخذه انا ما كنتش فاهم نفسي ان انا في منتهى الانغفال. وما عرفتش انا دلوقتي؟ ايوه دلوقتي وحياه والدتك بس. طبعا اذنك بقى عايز اغير هدوم. يلا غيرت اديني اهو. لا تخرج وتقفل الباب كمان. كده؟ ايوه. انتوا قاعدين مستنيين ايه؟ مش سامعين انها عاوزه تغير هدومي؟ حاكم انا الوليه اللي انا هتجوزها، ما احبش انها تطلع قدام رجاله اذا كان قدام ستات لمبات. قوموا. ايه؟ انا Thank you.
وحياة رحميتك. جدام 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 واحد مقابلتك. مسيح 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 عبد الرحيم. مسيح مسيح عبد الرحيم وحياة رحميتك. جدام 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 واحد مقابلتك. مسيح 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 عبد الرحيم. واصبح من اسرتك. جتام 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 واحب مقابلتك. مسيا 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 عبد الرحيم. مسيا يا عبد الرحيم وهي تحميتك. جتام 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 واحب مقابلتك. مسيا 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 عبد الرحيم. مسيا ويا ارحم فؤادي ويا عليك بنادي. ويا بيع عليك بنادي وطبحت من الليلادي. جيب مركم حبتك. جتام 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 واحب مقابلتك. مسيا 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 عبد الرحيم. مسيا يا عبد الرحيم وحياة رحميتك. جتام 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 واحب مقابلتك. مسيا 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 عبد الرحيم. مسيا جنابه عبد الرحيم بيه كبير الرحمية ابني. يا ماما ما تخافيش ده الحرس الحديد بتاع ابويا يحرق. بس اتفضل اتفضل اقعد. ودلوقتي ما فيش داعي بقى للفرنساوي وخلينا كده برد كده. اهلا ازيك يا كبير. الله يستر عرضي. يا ابوي دي محبوحه قوي. يا ابوي ازيك يا ست. الله الادب يا عبد المجيد الادب فضلوها العلم. بركه فيك يا ابوي الادب والعلم والحمد لله. امال فين ولد عبد المحمود؟ بعتله جاي حالا يا بيه. خلينا في المهم. عبد المحمود يا حبيبي. عبد المحمود يا حبيبي. ايوه صحيح خلينا في المهم. وفي اهم من ولد عبد المحمود؟ ايوه في هي الحب. حب؟ ايوه الحب. انت مش بتحبيني وهتتجوزني؟ اثبت انا بقى ولا تثبت انت يا ابوي؟ انا مش جاي اتعلم.
اسمح لي اقول لك بكل احترام اني انا ما شفتش مغفل زي سعادتك. ولاني ولاني حد اديله الفرصه الذهبيه دي المعدنيه الفضيه القرمزيه ويرفض. مدموزيل كيتي، مدموزيل كيتي اللي بيترمي على رجليها جميع كبراء رحيميات العالم. مركزي ما يسمح ليش، وما تنساش كمان ان انا عبد الرحيم بيه كبير الرحميه جبلي. يا ماما خليهم يسكتوا. ما يقدروش، خدوا على كده. المهم الفرصه على وشك الافلات، راجع نفسك قبل ما تطير. لا ما قدرش بوي، ولو فيها اساءة ادب يا بوي خليني اتجوزها انا. لا اتجوزها، لا اتجوزها، لا اتجوزها، لا اتجوزها، لا اتجوزها. اثبت يا حبيبي، اثبت يا حبيبي، اثبت يا حبيبي. بس بس ما تعيطوش، هدوا اخلاقكم، كلكم هتتجوزوا. ما تكسرش بخاطر يا ابو. افتح يا ابو موجود، انسان ما تجيبش السيره دي على لسانك. ده اليتيم وما لياش الا اب واحد اللي هو انت يا ابو. اي سهل، ما فيش مانع انك تتجوزها، بس الكبير يوافق. فما تتجوزها انت. تتجوزها ازاي وهو مالوش كيف؟ ايه رايك بقى يا مدموزيل، تتجوزي عبد الموجود؟ مفيش مانع، بس هيدفع مهر كام؟ اه طبعا ما يقلش عن 10,000 جنيه. رخيصة قوي يا ابوي. وافق والنبي يا ابوي، وافق يا حرج، وافق. اه قلت ايه يا كبير؟ انا بقول فتشوا على ولد عبد المعبود وبعدين نتفاهم في المسألة دي. ايه يا واحد؟ يا ماي وهنخطف ازاي؟ هنسكيرو على الهدمين في الوعي وهنوديه على خير على اي لوكمبا زي ما قلنا. في صحتك. تشيريو. بقول لك في صحتك. وي تشيريو. يا ده انت ما تعرفيش عربي خالص. وي. اذا كان كده بقى يبقى امك اسمها حنفي. يسرحوا شعرك بمشط رجلك. لويلة قولي انت شكلك كده ولا انا سكران؟ وي. اذا بقى يحموكي في كنكة. ده انتو نيلة. اشربوا بصحتكم، شربتوا السم الهاري. شيريو. شيريو لما يهري بدنك. ما تجيب لنا مالك. مالك ايه؟ ما عندكمش مالزة ولا. يا نهار ابوكوا، اذن انتوا بتتكلموا عربي كمان؟ ده الواحد يتكلم معاكوا بقى بالسيم اوف ذا كالا زابولا عند نصة دلاي. انت كان دكدكودك دي جالة. مين؟ بدرية؟ ايوه بدرية. جيتوا امتى يا بدرية؟ جينا امبارح. يا نهار اسود، وجيتوا في قطر الساعة كام؟ جينا في الطيارة. في الطيارة؟ طب وزي البلد واهل البلد؟ كلهم بخير وبيلعنوا في جدودك. بيلعنوا في جدودي ليه؟ لا سمح الله، هو انا حصل مني حاجة؟ حصل انك طلعت خايف. معلش يا بدرية، انت فاهمة غلط، تعالى انا افهمك كل حاجة، تعالى. عني يا بدري كده برضو تمل حبيب تاني، هو انا مالي الحق عليها هي، قالت لي كلام كان في وداني احلى من الموز والعجامي. قالت لك ايه؟ قالت لي دمك شربها. قلت لها ايه؟ قلت لها شربي منه شوي. قالت لك ايه؟ قالت لي هوست الستايات. قلت لها ايه؟ قلت لها بلاش ضحك علي. قالت لك ايه؟ قالت لي خطبني يا ديليكات. قلت لها ايه؟ قلت لها انا خاطب بدري. وانا هعمل ايه كان وياي الجدع اللي اسمه مالوش كيف؟ هو عملت ايه لما تريدي؟ طلعت ضربيني وقفلتي واصفرت زي ليموني. لا يا شيخ، من كتر بكايا ونوح نوح وبقيت زي المجنون.
قالت لك؟ قالت لي على ايه جاتوا لينا. وقلت لها؟ قلت لها بحبه ما اقدرش. وقالت لك؟ سكتت على طول ولا رديتش. وقلت لها؟ ما قلتش علشان ما قالتش. حياتك ولا قاعدة مع عمك؟ ده ما كانش بيخطر على بالي ولا طول السكة حامل همك ولا داري باللي حيجرالي. طبت بسلامة نية وكلامهم خش عليا. طبت بسلامة نية وكلامهم خش عليا. قالوا لك ايه؟ قالوا لي التعليم له اصول. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ايه هي اصوله. قالوا لك ايه؟ قالوا لي تتجوز على طول. قلت لهم ايه؟ كان والدي عايزك من طوله. قالوا لك ايه؟ قالوا لي اتجوز تتجلم. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ما قادرش لا. قالوا لك ايه؟ قالوا لي هترجع تتندم. قلت لهم ايه؟ قلت لهم امري لله. قالوا لك ايه؟ ما فاكرش ما خبرش ما خبرش ما فاكرش ما فاكرش ما خبرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما فاكرش. واحد عاوز يقابل حضرتك بره. طب قول له يتلاقي اللي يجي يقابلني هنا. هو عاوز يقابلك على انفراد. خلاص قول له يتصل بيا في التليفون. ما عندوش تليفون. قول له دخل تليفون. ايه يخرب ده يا نهار اسود ده عليه جته. انما حاجه فظيعه قوي. ده هيتعبنا قوي كده. طب استنى انت هنا. فوق يا عبد المعبود. فوق جيمسي بوزابي نو. كلم من فضلك. كلم. اكلم مين؟ واحده مدموزيل عاوزاك. ايه حلوه جدا. قمر خالص. خليها علشان والدتك. وبعدين سن مارش با جنتمان ولو بغنو با فورس. ابغي ما الحق معبود عاوزين يخطفوه. يخطفوني يا نهار اسود. تعالى معايا. اجي يا ده بدي. كويس كده. لو واحده غيري ما كانتش كلمتك ولا بصت في وشك بعد اللي حصل. معلش يا بدريه والنبي اصله قضاء وقدر. لا ده مش قضاء وقدر. ده سوء تصرف وعبط. ازاي مش قضاء وقدر؟ مش ياخد الواحد بيخرج من بيتهم لا به ولا عليه يروح حف اتوبيس ولا هف ترمي؟ هو الواحد عاوز كده؟ لا طبعا. خلاص اهو الجواز مصيبه من ضمن المصايب اللي بقولك عليها. اهو انا مثلا جاي اتعلم فبدل ما يهفني الاتوبيس او يهفني ترمي هفني جواز. وبعدين يا اختي تقولي لي مش قضاء وقدر؟ ما تحاولش تتخلص من اللي عملته وتبرر خيانتك ليا. ان شاء الله اعدم اخويا عبد الموجود على 3 مرات ان اللي حصل مني ده حصل غصب عني. ان شاء الله يا رب. يا رب. يعني توعدني انك ما تعملهاش تاني؟ ابدا. ولا تبص لغيري؟ بوتايتا. وان بصيت تاني اقلعي جزمتك وارقعي بيها عبد الرحيم بيها على دماغه 5000 مرة. طيب تعالى يا ابوي. يا دي كهربا يا ابوي مش لمبة جاز ما طفحناش يا ابوي. ده انا ورد باريس. انت اللي باريس منورة بيك يا قشطة يا معلمية اللي تطفيه طلاب. هو اثبت يا ابوي. بتجايلي سبتاني عبد الفجور. يا الكبير يعمل كده الصغير هيعمل كده. يختش على دمه ويحترم عواطف الكبير. دول لسه الشباب سيبهم يتبحبحوا. الحاجات دي للشباب الصغيرين اللي زينا يا ابوي. عيب يا عبد الموجود ما انا صغير. بالعقل يا ابو. تليفون دكتور احمد مين. وي وي. معلشكم بالطلبه. قلبك. الو الو وسلمني انا عبد البلد. الو
هلا عبد الرحيم بيه كبير الرحيميه جبلي. هتتكلم منين يا كبير؟ بتكلم منين؟ بتكلم من فراسنا يا حمار. البلد اللي هيصاروا طول الليل ويناموا بالنهار. ايه؟ ما خبرهاش فين؟ البلد اللي على ايدك الشمال وانت جاي من امريكا طوالي. انت مين اللي هتتكلم؟ انا نسوالة من غفير. الزم خدمة يا كبير. حد سأل عليا في المدة اللي غبتها دي يا سويلم؟ مفيش غير الأستاذ عباس كامل هو اللي سأل عنك يا كبير. قال لك إيه؟ قال لي فين الكبير؟ قلت له إيه؟ قلت له مشغول ويا حسن الصيف في باريس. قال لك إيه؟ قال لي خليه يبقى ينفعه. قلت له إيه؟ ما لحقتش أقول له يا كبير، كان قفل السكة في وشي. معلش، أكمان عارفه عصبي كده بعض ساعات. أنا أصلي اشتغلت معاه كتير قبل كده. بونجور. يا وراس ابويا الكبير ما حد عنده جوازه غيري. اتلم يا عبد الموجود وخلي السفريه دي تتم على خيال. ما تتوسعش انت، ما تتمش على خيال. ايوه. لا اقول لك لا. لا استنى المشكله بقى يا كبير. عبد المنصور عايز يتجوزها، وعبد الموجود راسه 1000 فرد شنب من شنبك اللي يتجوزها. وراه تعمل بقى. ما فيش غيرك يحللنا الاشكال. مرة في محل، أنا هحله دلوقتي. الوقت هتشوف أبويا هيعز بكير. دلوقتي يتجوز هاني يبقى بحق كمان. إيه الحل بقى يا كبير؟ الحل الوحيد. إيه؟ الحل الوحيد. إيه؟ الحل الوحيد. إيه؟ أنا اللي هتجوز هاني. يخرب بيت أبوك يا أبوي. يودي الغيب دي. حقك عليا يا أبوي، ما تزعلش. يخرب بيت أبوي يعني. شوف بقى يا جماعة. احسن طريقه نطلع فوق نتكلم بكل معقول. اه كده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. مليان لوكيتي ده. اه طب يا اخي ما تقول كده من الاول. لا مؤاخذه يا حضرات، اتفضلوا في الاوضه اللي فوق. ودي بالك ما الاوضه دي الاداره شافت انها ما تليقش بحضره كثير الرحميه، وعشان كده حجزت لكم اوضه ممتازه فوق. بلغ شكر الكبير للاداره. يلا نوصل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا حرم المستقبل. عيب يا عبد الموجود، ما تخليناش نخسر بعض عشان حاجه فاضيه. شايفين يا ابوي؟ اهلا اهلا اهلا. تفضل يا كبير. احنا هنا دلوقتي نقدر نتكلم بكل حريه ونتفق على كل حاجه. ما اتفقنا خلاص يا سكر دلاعب انت. الله، اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على اننا نتجوز. بس يا اول فتره نخبط الكلام ونرجعك رحميه تاني. يا حبيبي انت يا ابوي. سامع يا ابوي؟ سامع مالوش كلام. اثبت يا عم. ما تقدرش تثبت تاني يا ابوي. وبعدين معاك يا ولد. انا كلمته ولا فتحت قاش فيه عليك؟ ما يديك تتحفظ اي. خلاص انتهينا. ودلوقتي احب افهم حضرتكم ان امبارح اتقدم للمدموازيل كيتي علشان يخطبها اكبر مليونير في فرنسا، فكان جوابنا سيبنا نفكر. مليونير مين وهباب مين؟ ده انا كنت اشرب من دمه اقطع حتت. بس يا ولد اعجل يا عبد الموجود. وانا قلت حاجه؟ انا فتحت قاسمي عليك بيتين اللي ما قلت لك ابعد. ونسيت ميعاد بكره الساعه 8 اللي قال لك عليه المليونير الامريكاني. ناسي ازاي يا غانم؟ انا فاكر كويس، بس انا حبيت اعد لحضراتهم
اسماء خطابك واحد واحد على حسب الحروف الابجديه علشان يفهموا ان احنا فضلناه هو واولاده على اي واحد من خطابك. تشكر تشكر تشكر. لا شكر على واجب. هو حضرتك مش مليونير برضو؟ مليونير يعني ايه يا ولد؟ يعني حرامي. لا لا حرامي ازاي؟ مليونير يعني يا راجل غني عنده فلوس كتير. ايه حد في الدنيا ما يعرفش ثروه عبد الرحيم بيه كبير الرحيميه جبلي؟ حد في الدنيا ما يعرفش ثروه عبد الرحيم بيه كبير الرحيميه جبلي؟ حد في الدنيا ما يعرفش ثروه عبد الرحيم بيه كبير الرحيميه جبلي؟ انا جاي. حد في الدنيا ما يعرفش ثروه عبد الرحيم بيه كبير الرحيميه جبلي؟ انصراف استريح كمل بكى خليها. والثروة دي بعد عمر طويل مش تروح لأولادك؟ عن قريب ليا إن شاء الله. وأنا ولدي عبد المعبود كمان بس بعد عمر طويل. على فكرة فين ولدي عبد المعبود؟ يا سلام عليك يا كبير، ما قلت لك بعت له جاي حالا، بس هو في مكان بعيد شوي. تقدري تقولي لي في إيدي إيه؟ أوتومبيل. ده أنت لقينا لؤي. لازم حد قال لك. سمع يا ابن عبود. ايوه ده الكبير وعبد المقصود وعبد الموجود والجدع اللي مالوش كيف والبت الرقاصه، ده انا هخرب بيوتهم نهارهم مش ولا بد. يا سلام حد يا ابن عبود. ما تخافيش ما فيش داعي للمشاحنه دي كلها، احنا المهم اننا ننهي الموضوع باقصى سرعه علشان نوضع الجماعه الخطاب التانيين امام امر واقع، وبالطريقه دي نوجد مبرر لاعتذارنا. انا مستعد اتجوزها حالا اهو. ايه طب وشرف الكبير ما حد متجوزها الا انا. عيب يا ولد انت. هو في حد في الدنيا يتجوز قبل ابوه؟ يخرب بيتك يا ابي، ده انت اب، انت ده انت اب جزم، اب جزم لا مؤاخذه. وعلشان نحل المشكل ده ونكسب وقت مفيش مانع تتجوزوا انتوا الثلاثه. كلام ايه اللي بتقوله دي؟ انت ما عندكش عقل. انت ايه ما كنتش بتهزر؟ ولا بتهزر؟ ولا يمكن بتهزر؟ ابدا ده بيتكلم جد. جد ايه الفالصه دي؟ اصل هنا عندنا الست ممكن تتجوز على كيفها، ان شاء الله تتجوز 100. تمام، زي ما عندكم مباح ان الراجل يتجوز 4. طبعا الدنيا اتنورت والعالم اتقدم. يا نهار ابوك متعاص فرنساوي. انت شركه مساهمه؟ المهم بقى اننا ننهي الموضوع بسرعه علشان ندور على طريقة وفيلكوا كلكم. شايف الحرامية النصابين اللي عاوزين يضحكوا علينا؟ ايوه اولاد الارندلي. والجوازة البريزيالي دي هتتم ازاي؟ بسيطة اوي، كل واحد منكم يدفع 5000 جنيه مهر، يعني 15000 جنيه. وده حاجة بسيطة بالنسبة للمدمازيل كيتي اللي يتمنوها مليونيرات فرنسا. بسيطة جوي. سمع، هياخدوا من كل واحد 5000 جنيه، على 5000 جنيه بتوعي يبقوا 20000 ويجوزوها لنا احنا الاربعه ونبقى مجلس اداره الست، انما انا هخرب بيتهم حواريهم ان نكون في عز الظهر. تعالي معايا تعالي. استنى ممنوع الخروج من فضلك. ليه؟ بسبب حظر التجول، الاداره امرت باعلان حظر التجول بعد الساعه 6 مساء. كويس، مش معقول، انت لازم بتهزر. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. جد؟ طب ما دام بتتكلم جد كده اصلا انا ما احبش الهزار، دول بيقولوا يا اختي ممنوع التجول. اوعى تضحك. يا نهار اسود، وبعدين في اللي واقفين لي دول زي اسبوعه قصر النيل. تعال اما اقول لك، خليك انت واقفه هنا وانا هطلع اشوف ايه المساله. يا لف بف بس الكلام اللي بتقوله ده مش معقول، ده فضيعه، ده كفر. قول لي عايز ايه وانا مستعد اريحك. طب ما تريحنا انا. ولا انا بس يؤمر الكبير وكل حاجه تتم حالا. ايوه بس المبلغ اللي هتقول عليه ده كتير. بقى انا ما تسويش في نظرك المبلغ ده. اخفى عليك بقى، عشان ما شفتني واقعه في حبك تقوم تتقل عليا. طب ده انا لو ما كانش حالتك غير 500000 جنيه بس برضو احب. وقعت فيك يا عبد الرحيم، وقعت فيك يا عبد الرحيم، وقعت فيك يا عبد الرحيم، وقعت فيك يا عبد الرحيم. ايه ده انت سوق نيله خالص، بقى ابويا ابن المركوب احلى مني. حد في الدنيا يسيب الولد وياخد ابوه؟ قال يا طوعه مفهوميه، لازم امي ما بتشوفش
اقرا سوي بلاش وكيف خدت الواحد ما قلت لك انا بقول لك اقرا والله ما بدي 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 ها بقى خلصونا الراجل مليونير جاي والتاني زمانه في السكه يلا بقى كبير اتكلم انوي صرف كيف يا عبد الرحيم 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 الله يخرب بيتك يا عبد الرحيم هتودي لنا بدهي يا عبد الرحيم هتجيب لنا النواكب يا عبد الرحيم عارفه يا بدري ده انا بدري يا بيه يا نهار اسود دي مش هنا يكونوش خطفوها اولاد القديمه اللي قالوا منع التجول من غير مناسبه خطفوها اتعززت وفاتوها ايه الحل دلوقتي تتصرف كيف يا عبد المعبود تتصرف كيف يا عبد المعبود تتصرف كيف يا عبد المعبود خلاص لقيت الحل كحل وسطي تمام بدري اين انت يا بدري هم ودوها فين ولاد الحراميه دول ما شفتيش بدري يا اخي بدري انت يا بيه يا نهار اسود يا راحت اين يا اخويا بدري ما شفتيش وحياه والدك واحده اسمها بدري وقت انت اللي بالي يخرب بيتك يا بدري يا بيه بدري اتخطفت يا اختي يا مخطوفه ونفسك مفتوحه بدري يا ريتني كنت خبيتك في بقي بس كنت تقعي برضه بدري صرف كيف يا عبد الرحيم صرف كيف يا عبد الرحيم صرف كيف يا عبد الرحيم ابوي يخرب بيتك يا ابي اطلع على عينك عبد الرحيم اطلع على عينك عبد الرحيم اطلع على عينك عبد الرحيم دول هينصبوا عليك عبد الرحيم هيسرقوك يا عبد الرحيم هينهبوك يا عبد الرحيم انفض بجلدك عبد الرحيم انت مجرب يا عبد الرحيم ولا داش بوي خوي يا نهار اسويخ بوي ده الراجل ده اللي جابني في المطار يا عبد الرحيم وقال لي حوريك جميع العلوم يا عبد الرحيم واتضح انه نصاب كبير قوي يا عبد الرحيم يا نصاب يا حرام والست دي اللي قال لي هجوزها لك يا عبد الرحيم لان اصول العلم كده يا عبد الرحيم وعشان كده يا عبد الرحيم بعت لك تلغراف يا عبد الرحيم تبعت لي 5000 جنيه يا عبد الرحيم ايه قله الادب دي ايه الوقاحه ايه والله لو كنت انت راجل انا كنت قطعتك 60 حته وفرقتك على اعضاء مجلس الامن ده مجنون يا كبير ما تصدقوش لو النبي صدقك انت يا حرامي لا اسحبها من فضلك انا مش حرامي هو فعلا مش حرامي امال ايه ليه ايه يا ابويا خلاص انا لازم اوديك السجن يا حوش يا لوش يا بتوع حلقوش سجن دول لو راحوا السجن هيطلعوهم في التطهير دول يخسروا اخلاق المساجين يا عبد الرحيم الحمد لله اللي كشفته انا لازم اوديكم البضيض بذنب بدري ابهع ابهع فكرتني ببدري مالي ما خطفوها يا ابوي خطفوها لا مش معقول إيه؟ دي موجودة صحيح ندور عليها قديمة انت ما تخرجش من هنا الا لما يجي البليص فاهم يعني ايه البليص اشتهجها لك بالفرنساوي كلمة البليص اب ال ايس بليص اما انت فخليكي هنا اصله بيخاف يقعد لوحده اما احنا يلا ندور على بدرية عوام او الموت الزقاق قام يا ده استنى يا ولدي عبد المقصود خدني معاك يا ولدي انا ما انزعجش علي انا عبد الحين بيه كبير الرحمية جيب لي هو حد منكم يتنقل من هنا اللي يطلع من الباب ده تخوه بالنار يلا يا ولدي يلا انت السبب في المصيبه دي ما عرفتش تتصرف يعني كنت عايزاني اعمل ايه اكتر من كده ما كانش لازم عبد المعبود يستنى في اللوكنده دي كان لازم توديه اللوكنده تانيه لحد ما نخلص حاولت كتير بعت له 2 يخطفوه ما يدروش في الحاله دي كان لازم العائله تستنى في اللوكنده غير دي ده اللي حصل مفيش فايده من الكلام دلوقتي طب وهنعمل ايه دلوقتي سيبينا افكر عبال ما تفكر يكون البوليس هنا وننكشف قول لك تعال نزوخ لا مؤاخذة تسمحوا نروح التواليت ونرجع عوام؟ لا تسمحوا؟ لا 5 دقايق لا
تعال يا لا 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 لقيتها يا ولد؟ لقيتها فين؟ ايه اللي لقيتها ابدا؟ انا بقول من الوجع اللي في رجليا. هنعمل ايه يا ابويا؟ عملنا كل اللي نقدر عليه. بقى احنا اربعه اطوال واعراض مش قادرين ندور على البيت ونلاقيها. اربعه ايه يابا؟ ده احنا 13 لان فينا واحد ب10 وبرد ما فيهاش حاره. صرف كيف يا عم رحيم؟ 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 بس كفاية يابا بلاش تصرف احسن عبال ما تتصرف تكون البت اتصرفت منا. احنا قدامنا جوه معانا. طب ونجيب الجوه دي منين؟ بالبلد من رحميه. ابني مريح، روح انت يا عبد الموجود شد تلغراف بالصعيد المفصل وقول لهم على عاي جاي على عاي جاي على عاي جاي. وما تشدش يا ابو اشد انا سمعا وطاعه. وانت روح بلغ البليص. ايوه بس يابا انا ما اعرفش فرنساوي. خد الجاموس معاك. يلا يا اخي. لا الجاموس اللي بنجري. يا نهار اسود، ده انا يابا عبال ما اجراء اخد منهم 3 ايام محض. تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ 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 يا سلام على المخ الذي هو مخي. انا خلاص هبلغ البليط. وانا يابا حضرتنا زي الحمار يابا. لا اطلع انت داجب الغفر، شوفهم صحيين ولا نايمين، وشوفهم هيراقبوا من الراجل اللي مالوش كيف والبنت اللي معاه ولا لا. طيب يابا. اسكو بولي شو اللي كنتوا رايحين؟ مسيه خطيبتي بدريه خطفوها الحراميه، وابريه احنا مسكناهم حبسناهم. كليفتي كتلافينس ولا نو؟ شو كنتوا رايحين؟ مسيه كليفتي امسك محفظه. مسيه عليه وانت تبع عليه. مسيه عليه. عليه سيب سيب موا سيب موا. مسيه يا جبلي. تعالوا اضبطهم فوق، هم في الاوضه الاخرانيه. عليه مرشيه. 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 يا نهار اسود على الطوابير اللي على الباب، هو قفل ومرعى وقله سمع. الله يخطب بيهم. قوم اتفضل يا جناب البوليس. الله يا نهار اسود، هم راحوا فين؟ يابي ايه يا ابي؟ ايه؟ ايه؟ هربوا لما كانوا الغفر نايمين. عدم المؤاخذه يا جناب البوليس عشان احنا ادعكناكم. سيتي اون فوس دينونسياسيون. الفوليس زاريتي. زاريتي؟ زاريتي؟ يا نهار اسود. استنى يا خواجه زاريتي. احنا فينا من زاريتي يا خواجه. زاريتي؟ سلموا عليها الله يخرب بيها. يا جماعة احنا في خطر، لازم نهرب. يا بوي يا نهار اسود.
لازم هم دول الحراميه. امسكوه ما تخلوش حد يفوت. اوعى ما نفرقش. هذا مظلوم. حرام عليك. الناس اللي كانوا هنا بس مش عارف راحوا فين. يا ممكن يا حتوش يا بابا. يا وانا راخر لضمت وياي بنت النصابة الحرمية. وانا كنت حالا بيتها جناية ورجعت اجار برضو لي. وحياتكم يا جماعة الولاية كان ضاعي الواد مية المية. ما تفكرونيش بالخواجايا ما تفكرونيش بالخواجايا وسيبونا اعيش مع بدرية.